تدريب النادي الاهلي اللي ابتدى بالتحديد من دقيقه بالظبط عشان نعرف اخر الاخبار وكل الكواليس ايه هناك. خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز المتالق كريم احمد مراسل قناه الاهلي. يا كريم مساء الخير عليك، اوصف لنا الاجواء عندك ايه، اتفضل. كل التحيه ليك يا زميلي امير ابراهيم، وتحياتي ليك ولكل جمهور النادي الاهلي. باكد على كلامك، التدريب الاول بالفعل النهارده في اجواء كلها تفاؤل وجديه لفريق النادي الاهلي تحت القياده الفنيه السويسريه الجديده لمستر رينيه فايلر. طبعا اللي اكيد بنتمنى له كل التوفيق زميلي امير، دعم المسانده كل محبي كره القدم واسره النادي الاهلي في ظهر الجهاز الفني في ظهر اللاعبين ان شاء الله خلال المرحله القادمه، مرحله مهمه خلاص يمكن دخلنا وابتدينا في البطوله الافريقيه ولسه كمان هينطلق بطوله الدوري العام، فان شاء الله باذن الله تكون المرحلة القادمة مرحلة مهمة ومرحلة كلها تركيز لفريق النادي الأهلي. زي ما أنت كنت متواجد يا أمير يمكن في المؤتمر الصحفي وشفت في البداية طبعا الاستقبال اللي كان من أعضاء النادي الأهلي للجهاز الفني بالكامل. طبعا مش غريب عن الأعضاء للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي أن يكون في دعم ومساندة وتحفيز لمستر رينيه إن شاء الله بإذن الله في البطولة الأفريقية بالتحديد، حلم الكبير لكل جمهور النادي الأهلي. وكمان تصريحاته وتصريحات كلها تفاؤل كلها جدية، الراجل عنده طموح كبير جدا عايز يحققه مع النادي الاهلي وعارف قد ايه البطوله الافريقيه هي حلم كبير جدا لكل الجماهير، وكانت فتره كبيره وبقى لها سنين يمكن خارج دولاب بطولات النادي الاهلي، لكن مع التكاتف الكبير جدا من الجميع من الجماهير ومن الاداره مجلس الاداره من اللاعبين الكل في تكاتف كبير جدا ان شاء الله خلال المرحله القادمه وباذن الله تكون مرحله انتصارات لفريق النادي الاهلي. زي ما انت شايف طبعا في هذه اللحظات بالفعل بيبدا تدريب الفريق النادي الاهلي، لكن قبل ما يبدا التدريب يا امير كالعاده يمكن اللقطه بتكون مهمه جدا وبنحاول ان احنا نشرحها لكل جمهور النادي الاهلي، ان احنا شفنا بالفعل مستر رينيه ومقطع الاحمال ومدرب حراس المرمى متواجدين في ارضيه الملعب للاشراف بنفسهم على التدريب وابتداء بقى خلاص يمكن في برنامج تدريبي هيكون موضوع طبعا ابتداء من اليوم لمستر رينيه. لسه مش عارفين كمان التدريب غدا ممكن يتم تعديله، هل مستر رينيه ممكن يكون في تدريبات صباحيه تدريبات مسائيه، هل يستمر على تدريب ان يكون في تمام الساعه الخامسة، لكن يعني من الواضح مع درجه الحراره العاليه والرطوبه اللي بتكون صباحا ممكن يستمر لمده ايام بسيطه في تدريب في الساعه الخامسة، لكن يعني من المؤكد ان التدريبات هتتقلب بشكل كبير جدا لتدريبات صباحيه كعاده كل المديرين الفنيين الاجانب اللي بيتولوا تدريب فريق النادي الاهلي. التدريب النهارده وعايز اقول كمان نقطه مهمه جدا قبل التدريب كمان يا امير، يعني الراجل بيشتغل من 3-4 ايام ودي كمان نقطه حابين نوضحها لكل الجمهور. الراجل طلب عدد كبير من الماتشات وتابع بالفعل وشاف ماتشات كثيره جدا لفريق النادي الاهلي سواء فيها مباريات تعادل مباريات فيها خساره مباريات فيها اداء مميز، ولكن كان في اخفاق بقول لك يمكن الشغل خلاص بدا بالنسبه للجهاز الفني. الطلب ده يدل ان الراجل عايز يدخل سريعا وينسجم سريعا، الوقت قليل عن مباراه كان سبورت بطل غينيا الاستوائيه مش هتكون طبعا مقياس بالنسبه للجهاز الفني، لكن كل الامور دي بتقرب الجهاز وبتقرب مستر رينيه لكل اللاعبين. فعلي بقى وعملي في ارض الملعب بيختلف بشكل كبير جدا عن التحضير. متفائلين كلنا امير يعني ان شاء الله باذن الله المرحله القادمه للجهاز الفني بالكامل يكون موفق باذن الله في مشوار بطوله الدوري العام بطولة الافريقيه باذن الله النادي الاهلي يكون في الميعاد خلال المرحله القادمه. انا معاك يا امير لو في اي استفسارات. كريم عايز اعرف الانطباعات عندك في النادي ايه بعد المؤتمر الصحفي بالتحديد، وبعد ما خلص كمان المؤتمر الصحفي تحركات مستر فايلر في النادي كانت عباره عن ايه؟ هل اتجه مباشره لجهاز الكره بالنادي الاهلي ولا تفقد النادي الاول؟ اوصف لنا كل الكواليس اللي حصلت النهارده احكيها لجمهور النادي الاهلي يا كريم. الانطباع طبعا يا امير بالنسبه لمستر رينيه كالعاده يمكن اي حد بيدخل النادي الاهلي بينبهر بالشكل العام بالمنشات بالتاريخ الكبير. الراجل يمكن جمع معلومات كثيره جدا من اسئلته سواء للمقربين ليه بعض اصدقائه هنا في مصر سال على النادي الاهلي. النادي الاهلي يمكن كتاب مفتوح للجميع، الراجل انبهر بعدد البطولات القاريه للنادي الاهلي بعدد بطولات الدوري العام بالتاريخ الكبير بالرموز باللعيبه الكبار اللي في النادي الاهلي على مر التاريخ. كمان الراجل بمجرد ان المؤتمر الصحفي في انتهى توجه مباشره الى ملعب مقترح التتش ومنه الى طبعا للجيم الجديد طبعا وغرفه الاستشفاء الجديده اللي كان ليها يعني مردود كبير جدا على الجهاز بالكامل، يعني الناس انبهرت بشكل كبير واشادت بالمستوى. كمان لما عرفوا ان الوقت كان قليل جدا ان يكون الانشاء ده ويتم الانشاء بهذا المبنى ده في الوقت القليل جدا ده الناس يمكن اشادت وقالت بالفعل النادي الاهلي هو نادي القرن وليق
بالفعل ان هو يكون نادي القرن. كل حاجه موجوده في النادي الاهلي، انا مش بتكلم على الجيم بس، الناس عدت على الصاله المغطاه، عدت على قطاع كره القدم. الجوله طبعا كانت سريعه، لكن الراجل كان باين في وشه، كان باين الانبهار، وكان باين الاحاديث الثنائيه طبعا مع باقي الجهاز، مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مع الدكتور عمرو محب ايضا كمان، اللي اكيد المترجم طبعا الخاص ليه مستر رينيل، اللي اكيد ليه دور كبير يا امير خلال الفتره القادمه. الراجل في استفسارات مستمره، والدكتور عمرو يعلم جيدا ان النادي الاهلي كان متولي الترجمه الخاصه طبعا لمستر باتريس كارتيرون، وعارف يعني ايه للنادي الاهلي، وعارف امور كثيره جدا هتساعد بشكل كبير ان يكون مستر ريني عنده معلومات كثيره جدا مع النادي الاهلي، سواء داخل النادي الاهلي او لقطاع كره القدم. طيب الاجواء عندك فيما يتعلق بالمران بقى يا كريم، مران اكيد ابتدى من لحظات، قول لي الملامح الخاصه بالتدريب النهارده عباره عن ايه؟ هل كل اللاعبين بيشاركوا بشكل طبيعي؟ المصابين اخبارهم ايه؟ بالنسبه لمحمد محمود، سعد سمير، شريف اكرامي دخل خالص في التدريبات اعتقد امبارح او اول امبارح، احكي لنا كل التفاصيل الخاصه بالمران يا كريم. يمكن زي ما انت شايف يا امير اللحظات اللي انا بكلمك فيها، التدريب لسه يمكن بادئ النهارده، من الواضح ان هيكون اولى الجرعات التدريبيه السويسريه الخاصه بمستر رينيه النهارده. اكيد هيكون في حاجات جديده، مش هيكون في تدريب طبعا قوي او في حمل بدني عالي، لكن هيكون في حاجات من الواضح يعني ان في حاجات فيها كوره، المربعات اللي احنا طبعا بنشوفها اكيد فيها امور مختلفه بشكل كبير عن المرحله الماضيه. لكن باكد لك يا امير على اللاعبين المصابين، سواء سعد سمير، محمد محمود، رامي ربيعه، يمكن الكل ماشي بشكل مميز جدا في التاهيل. سعد ومحمد محمود يعني قربوا بشكل كبير جدا، تدريبات الكره وصلوا فيها لمرحله متقدمه بشكل كبير، يعني هي الاطمئنان بيبقى فقط لغير بالنسبه لسعد ومحمد محمود، الوقت يعني مأثر شويه عليهم، لكن خلاص هانت يا امير، كلها ايام بسيطه جدا ويبداوا يخشوا بشكل قوي، لان خلاص يعني المرحله القادمه احنا العدد كان كبير خلال الايام الماضيه بالنسبه للاصابات، العدد قل الحمد لله بالنسبه للاصابات. شريف اكرامي بناكد على جاهزيته ومشاركته امس واول امس في التدريبات الجماعيه بالنسبه للحراس والتدريبات الجماعيه بشكل عام، بالنسبه للتقسيم الشوتينج، الكروسات، كل الامور الخاصه بحراسه المرمى. شريف اكرامي بيعلن جاهزيته ان شاء الله خلال المرحله القادمه، باستثناء طبعا يعني اللاعبين الاجانب طبعا، سواء اليو ديانج، يمكن شايفين جونيور اجيه في الملعب، اليو ديانج، علي معلول، وليد ازارو طبعا اللاعبين المتواجدين في منتخباتهم، لكن بشكل عام يعني قوام النادي الاهلي مكتمل بشكل كبير، الصفوف ما فيهاش اي يعني اصابات كبيره زي ما قلنا قبل كده، ثلاث اربع لعيبه ده عدد قليل جدا مقارنه بالايام الماضيه طبعا اللي كانت فيها اصابات عديده، لكن ان شاء الله يعني مع تدرج الايام ومع مرور الايام امين ان شاء الله قبل مباراه كانوا سبورت بطل غينيا باذن الله كل لعبتنا تدريجيا، اللي رجع من التاهيل واللي خلاص هيبقى فاضل له ايام بسيطه، ان شاء الله المرحله القادمه تكون كلها انتصارات، تكون كلها حماس، وتكون كلها دعم، والدعم ده اللي انت بتتكلم عليه وانا بتكلم عليه وكل جمهور النادي الاهلي بيتكلم عليه، الدعم مهم ومطلوب. والاشياء اللي كانت رائعه جدا، الهاشتاج الاخير اللي يمكن اتعمل للمدير الفني مستر رينيه، حاجه رائعه ومش غريبه على النادي الاهلي، الدعم والمسانده، وده اللي بنطلبه يا امير، وان شاء الله يستمر الجمهور في الدعم والمسانده خلال المرحله القادمه، ومع الاداء والثقه اللي احنا بنقول عليها والتحفيز والحماس الكبير، ان شاء الله النادي الاهلي يكون في مكانه كالمعتاد اللي كل جمهور النادي الاهلي بينتظرها. زميلي امير.